كيف يمكنك أن تقنع جاهلاً أن المصابيح الكهربائية تم فراغته من الهواء إذا كان يكسر لك مصباحاً ليريك أنه يحوي على الهواء؟ فكما قال الإمام الشافعي: ما حججت عالماً إلا غلبته، وما حججت جاهلاً إلا غلبني. أنت تقول لأهبل إنه المصباح من جواته هواء فاضي، هو المصباح بفكه بيكسره وبيقول لك شوف هوا فيه. زمان الإمام الشافعي قال: أنا مع شخص مخه فاضي، حوار هو بيغلبني. أنا على طول على طول مع شخص مخه مليان، أنا بغلب.